تحية طيبة إليكم مشاهدينا الكرام، أحدثكم الآن من مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة في أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020. يسعدنا إجراء هذا اللقاء مع معالي المستشار ولاء وجدي طاهر رئيس اللجنة العامة رقم 19. بداية معالي المستشار، برحب بحضرتك على شاشة قناة تن. أهلا بحضرتك وقناة تن ومشاهدينا. أهلا. يعني في البداية، كيف رصدتم الإقبال في أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟ طبعا المشهد بيوضح نفسه، هو كرنفال عرس انتخابي. أنا شايف إن هو تناغم، سيمفونية تناغمية بين المواطن وبين مؤسسات الدولة، بدءا من وزارة الصحة، وزارة البيئة، في تأمين اللجان الانتخابية، في دور اللي قامت بيه في تطهير اللجان في اليوم السابق لليوم الحالي، والدور اللي هي بتقدمه في اليوم النهارده بالنسبة لتوزيع الكمامات القفازات بالنسبة للسادة الناخبين لضمان سلامتهم، والدور ده برضه غير الدور طبعا اللي قدموه السادة الأطباء في جائحة كورونا. وبالنسبة الدور ده ما بينتهيش، بس ده بالنسبة لسه النهاردة كمان بعد انتهاء اليوم الأولاني هيعاد تطهير اللجان مرة أخرى برضه للتأكد من سلامة المواطن وحفاظا على سلامته. والدور ده مش غريب على الدولة ومؤسساتها، وزي ما حضرتك كده شايفة هو دور تناغمي جامد جدا، وبرضه وزارة طبعا الداخلية ورجالها في تأمين اللجان الانتخابية والحرم الانتخابي، وكل ده لأن طبعا الشعب المصري وصل لمرحلة بقى هو شعب واعي، حاسس بمؤسساته، حاسس بالدور اللي بتقوم به قيادته السياسية، بيصحى كل يوم على إشراق، بيصحى كل يوم على إنجاز جديد في كافة المجالات، بدءا من أنفاق سيناء، بدءا من الصوامع التخزينية للأعلاف والحبوب، بالنسبة لتطوير العشوائيات، يعني كل يوم في إشراق، كل يوم مصر في إشراق. وطول ما هيفضل شعبها متماسك ورا مؤسساته ورا قيادته السياسية، احنا ان شاء الله من مصر لمصر لمصر. بالتأكيد معالي المستشار، حضرتك قمت بتفقد عدد من اللجان على مدار اليوم، عايز ابرز ما يعني اعرف من حضرتك ابرز ما تم رصده على مدار اليوم، سواء هل تم رصد اي شكاوى، يعني هل هناك عدد من اللجان يعني في تطبيق الاجراءات الاحترازية، كيف تعاملت اللجان مع هذا الشأن؟ يعني هو طبعا بالفعل تم من صباح اليوم المرور على العديد من اللجان الفرعية اللي تابعة للجنة العامة رقم 19، وحتى تاريخه ما فيش وساعته ما فيش أي تجاوزات، الأمر ماشي زي ما قلت لحضرتك كده، هو مشهد تناغمي جميل جدا، الشعب حاسس باللي بيتقدم عشان سلامته وعلشان يعبر على رأيه في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020. بالتأكيد فيروس كورونا هو المختلف في يعني في هذا الاستحقاق الديمقراطي أو العرس الديمقراطي، كيف تم توجيه اللجان للتعامل مع هذا الشأن؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الحوار ان بالنسبة لوزارة الصحة عاملة، وزارة البيئة عاملة دور كبير جدا ومجهود مبذول عالي جدا في تأمين المواطنين، اعتبار من بدءا من دخولهم اللجنة الفرعية لتوزيع القفازات، لتوزيع الماسكات، للتطهير، تم التطهير برضو اللجان قبل اليوم الحالي، وسيتم برضو تاني متابعة التطهير، كل ده من اجل المواطن ان هو يؤدي العملية الانتخابية في يسر وفي سهولة، وإن شاء الله من نصر لنصر. معالي المستشار ولاء وجدي طاهر رئيس اللجنة العامة رقم 19، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أهلا بيكي وقناة تن ومشاهدينا، ميرسي جدا. جزيلا ميرسي، شكرا. عودة إليكم مرة ثانية.